خير. حياكم الله جميعا. اسمك الكريم محمد الوالد محمد الثاني. يا اهلا وسهلا بك. حياك الله. الان نحن في هذا المكان، ما اسم المكان هذا؟ هذا مكان يعني الدران. دران. ما بين بني ساي والشوكه. هل لديكم عرض في طريق السياره في الخط يعني؟ هل لديكم عرض؟ هل رحبتم؟ رحبنا. يعني مزغردين؟ رحبنا مزغردين ويا هلا ويا وسهلا. اخواننا في الجبل جغردوا والله وفرحوا. واحنا مزغردين وفرحين. تجل حقه. ما دام الاسود قادم ان شاء الله خير. حتى خذ الطريق حتى بيوت. ما شاء الله بارك الله فيك، احسنت والله. أيوه. الكلام في محله. الاسود قادم ولصالح المواطن للاجيال الحاضره والقادمه. ان شاء الله هذا الاسود هذا عليم. نعم. المدارس قادمه، حوادث مائيه قادمه، مستوصفات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. لدينا مشايخ في صنعاء كبار عمالقه ليل ونهار معتكفين في انجاح المشروع هذا. قدموا الفلوس ملايين قدموها لصالحنا واحنا كمواطنين يعني، وهذه المنطقه محرومه من مئات السنين. نعم نعم. الان بوجود المشايخ مثل منصور عبد الله سنان كذلك. الشيخ منصور عبد الله سنان وناصر عبد الله وحسن فارع كلهم ما قصروا. حسن فارع ناصر محمد سنان على قدم وساق ان شاء الله الليل ونهار. ان شاء الله ما يقصروا، واحنا ان شاء الله يعني موافقين عليهم مرحبين وتوسيع الطريق. طيب الان اخي الكريم ادعو التجار، في تجار لم يظهروا ان يظهروا يدعموا المشروع. نجد التجار اللي هم ما قد غيروش يظهروا ويدعموا المشروع، هذا منجز عظيم. الله ويخدم المجتمع بشكل